بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس مبارك من دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما فرغ الشيخ رحمه الله من سياق الأحاديث الواردة في صوم الفرض انتقل إلى صوم التطوع. وما من عبادة من العبادات الخمس إلا ولها تطوع، مثلا الصلاة لها تطوع من جنسها، والزكاة لها تطوع من جنسها وهو صدقة التطوع، والصيام له تطوع من جنسه وهو المعني بهذا الباب، والحج له تطوع من جنسه. ويسن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام أيام البيض من وسط الشهر، وأيضا ما تيسر من أنواع التطوع في الصيام، لأن باب الخير مفتوح والحمد لله. إذا أراد الإنسان أن يتزود على الأيام المنصوص على استحباب صيامها فإنه يصوم يوما ويفطر يوما كما سبق. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والنسائي والترمذي. هذا فيه مشروعية صيام ثلاثة أيام من الشهر، وإذا جعلها توافق أيام البيض فحسن، وهي اليوم 13 و14 و15 من الشهر. سميت أيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا في بيان الحكمة من مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر مع صيام رمضان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن 10 أشهر، وثلاثة أيام من كل شهر هذه أيضا كل يوم ب10 أيام، والثلاثة تعادل صيام شهر في الأجر، بذلك تتكامل السنة الهجرية 12 شهرا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا فيه فضل صيام أيام الأسبوع، لكنه لا يسردها، وإنما يصوم بعضها ثم في الأسبوع الثاني يصوم بقية أيام الأسبوع ليتكامل عنده صيام أيام الأسبوع. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. رواه ابن ماجه والترمذي. هذا كما سبق أن حسنة 10 أمثالها، الصيام اليوم الواحد تطوعا عن 10 أيام، و3 أيام إذن تعادل الشهر في الفضل. فإذا حافظ عليها المسلم صوم 3 أيام من كل شهر فهذا يغني عن صيام الدهر، يعادل صيام الدهر في الأجر، وفيه تخفيف على الناس حصول الأجر ومع التخفيف على الناس من سرد الصيام في كل أيام السنة. وهذا من فضل الله على عباده أن يسر لهم أمور الطاعة وضاعف لهم أجورها، هذا من فضله وإحسانه إلى عباده. نعم. إذن يا شيخ نختم هذا اللقاء بسؤال حول الأفضلية، صوم 2 أم أيام البيض يا شيخ؟ كلاهما، يصوم أيام 2 والخميس من كل أسبوع، ويصوم 3 أيام من كل شهر، هذا في الشهر وهذا في الأسبوع. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا الدرس والذي سجل من كتاب المنتقى شرح أحاديث الصيام للإمام المجد مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني. تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي رافقني في تسجيل هذه الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.